أهلا ومرحبا، نرحب بكم في بودكاست نادي الكوتش. اليوم إن شاء الله سنتكلم على موضوع اللي هو موضوع مهم جدا جدا فيما يخص ما هو الكوتشين. وعندما نقول ما هو الكوتشين أي what is coaching، هي خصنا أن نعرف بأن كلمة كوتش في الأصل هي كلمة هنغارية، يعني بالإنجليزية تنقول نحن كاريج، يعني تنعني بها العربة أو كما نقول نحن الكوتشين. وهذه الكلمة استخدمت لأول مرة في جامعة أكسفورد كلغة متداولة، وقبل ما تدخل في القاموس باش تعبر على المدرس الخصوصي، وهذا المدرس الخصوصي هو اللي تيقود واحد طالب، كل طالب يعني من نقطة اللي تيكون فيها ضعف واحد مادة من المواد كيفما كانت المادة، ليصبح ذاك الطالب قادر على اجتياز الاختبارات وداكشي اللي طلب منه ونيفو ديال المدرسة. ومني تنتكلموا إخواني أخواتي الكرام على الكوتشين، فالكوتشين هو علاقة شراكة قوية بين الكوتش وبين الشخص الآخر، إما تنسميه العميل، أغلب الناس اللي تشتغل الكوتشين تسميه العميل يعني كاستمرز أو الكليون، ولا تنسميه المستفيد أو بالأحرى تنسميه الكوتشين. وهنا ملي تتكون ديك علاقة شراكة قوية، يعني راه هنا هاد العلاقة تتكون على الثقة، حيث لو لم توجد الثقة كون على يقين ما نوصلوش في الحياة العامة أو في الحياة العلاقاتية مع الأشخاص الآخرين ما توصلوش نتائج مزيانة. ومن الأشياء المهمة هي السرية ديال يعني داك الشخص مشاكله، هذه من أخلاقيات ديال المهنة. بالدرجة الأولى هاد العلاقة باش هو يتعرف على ذاته، حيث كأنك أنت ككوتش كمرآة اللي تتعكس فقط صورة الخاصة بذاك الكوتشي سواء من الداخل أو من الخارج، باش هو يعرف العلاقة بيناتهم ويزيد يوعى بذاته ويفهم رأسه أكثر وأكثر. يعني منين هو تتعرف على ذاته، كيفاش تيحدد الأهداف دياله، كيفاش ممكن يحط خطة باش يحقق يعني المسار يبان ليه واضح، باش يكتشف موهب دياله، يكتشف مهارات دياله، يسقل مجموعة ديال الأشياء. وباختصار يعني هو الهدف إحداث واحد تغيير جوهري. ومتى نقول تغيير جوهري كأننا تنتكلموا على ما تنتكلموش على الشانجمون، تنتكلموا على الترانسفورماسيون، يعني تنتكلموا على العملية ديال التحول في حياته، سواء على حساب المهنية العائلية الشخصية العلاقاتية العملية، كي مجموعة ديال الأهداف اللي تيجي بهم ذاك الكوتش عند الكوتشي. وأكيد هاد الأشياء اللي تكلمنا عليها أغلب الأشخاص اللي تيشتغلوا في المجال تيعرفوها، ولكن ما هي السؤال اللي ممكن نطرحه، ما هي الأدوات التي يستخدمها الكوتش لكي يحقق هاد الأشياء اللي تكلمنا عليها فعلا من خلال جلسات أو مناقشات اللي تنديروا حنا مع ذاك المستفيد أو العميل أو الكوتشي اللي تنستخدم فيها أنا ككوتش، وبالأحرى لايف كوتش اللي تنكون تنمتهل المجال مزيان، محترف المجال مزيان، اللي تنوضع أسئلة بدقة، حيث لما كانت الأسئلة يعني ذكية وأسئلة مدروسة، الهدف منها هي قياس بالدرجة الأولى، هي كشف الجوانب الجديدة في الشخصية ديال الشخص، لينا خص يخرج من دائرة الراحة. لا يعقل أنا دائما تنخليه في ديك الدائرة، وأنا كنقول خص يتجنب ديك الدائرة باش يخرج لدائرة أخرى لكي يتعلم أشياء جديدة على نفسه، باش يكتشف أشياء جديدة على نفسه. حيث كيف يعقل ما بنيناش الثقة وتنتظر بأنه باش يبوح ليا ويشارك معايا أشياء اللي خاصة به اللي كاينة في واحد المنطقة الخافية اللي تنديرو تيكشف ذاته. كذلك تيكون الحوار غادي بسلاسة لأنه كاين ثقة، كاين ألفة، لهذا كون على يقين نقدروا ندخلوا العمق ونغوصوا العمق واللي يكتشف ما لم يكتشفه من قبل. دونك هنا اخواني اخواتي الكرام، حيت باش يعرف هو مهما تيكتشف وتعرف جوانب جديده في شخصيته اللي لم يكن يعني فيما سبق يعلم عن انها راه شيء مهم بالنسبه له. ومن هنا فين تيبدا تيتركز بناء الوعي بذاته، وهنا عاوتاني فين وهذا الشيء تيزيد يدعمه اكثر واكثر باش يخوض قرارات اللي هي قرارات ناجحة بشكل ذاتي بكل ثقة، حيث حنا كيف تيقول المثل ديال ديم قالوي دائما تنخدمو على تخواصي، دائما لا كونسيونس وتنقولو لو شوا افي كونفيونس. عندنا هاد ثلاثة، رفع الوعي
يعني حتى لا دار واحد الخيار من الخيارات يديروا بكل ثقة يعني بشكل ذاتي. وهنا فين تيبداو تيبانوا ليه يعني لك الابواب اللي كانوا مغلقه تيبانوا الابواب بانه تيتفتحوا يعني الفرص يعني الخيارات مجموعه ديال الاشياء. وهنا في الجلسات السؤال الاول تيجي كوتش واش الجلسات كامل تحطوا فيها هاد نوضعوا تيوضع فيها الكوتشي هدف واحد ولا ممكن يوضع عده اهداف؟ فعلا كلتا الاسئله صحيحه، ممكن في كل جلسه يختار ذاك العميل او ذاك الكوتشي واحد الموضوع الحوار بينه وبين الكوتش، ممكن هدف واحد اللي نشتغلوا به على الجلسات كاملين حسب حيت شكون اللي حلقة الموضوع اللي هو ذاك الكوتشي هو ذاك العميل هو ذاك المستفيد. هنا فين تقول هنا اش باقي كاين عندنا واحد النقطة مهمة جدا جدا جدا، حيت احنا ملي تيجي عندنا دابا في هذه اللحظة او في هذه الحالة الراهنة اشنو بغى في الحالة المرغوبة اشنو بغى فين بيوصل؟ حيث إذا لم يكن الموضوع كتيب دا أو الجلسة تبدأ بهدف كون عليه قيل ما غاديش نوصلوا شي حاجة، كأننا قاسي في القهوة تنشربوا واحد كوب شاي أو كوب قهوة بيننا وبين داك الشخص. هنا ضروري 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 باش يتحدد هدف، يعني هدف اللي تنعرفوا احنا الواقع ديالو الامكانيات ديالو الفرص ديالو كل جوانب سواء ايجابيه سواء سلبيه تنعرفهم كاملهم حتى لا يستطيع باش يختار الخيار حسب القدرات ديالو باش من بعد تتوضع الخطه وتيشتغل عليها وتلتزم بها حتى تصبح هاد الاشياء كعاده عنده وفعلا يقدر ديك الساعه راه وصل التغيير المنشود اللي بغا. دونك هنا حاولت انا هير باش نحاول نشرح مجموعه ديال الاشياء شحال من جلسه يحتاج هو حاله حسب كاين 5 كاين 6 وحسب الموضوع، يعني مهما تيكون الموضوع معقد راه تيحتاج جلسات كثيره، مهما الموضوع تيكون عنده تشويش تيكون عنده صعوبه في اتخاذ القرار ولكن هو عنده دافعيه ديال الانجاز دافعيه باش يحقق واحد الشيء كون على يقين غادي تشتغل معاه. انما ما غاديش نخدموا حنا في داك تيجي عندك الكوتش وعنده اضطراب نفسي، اضطراب نفسي انا ككوتش لا استطيع الاشتغال معه لانه تنعتبر احنا كل شخص اللي جاء وطرق الباب عندك بانه راه سوي، حيت راه كاين فرق كبير بيننا وبين داك الاستشاري النفسي او داك الخبير اللي تيبحث وتيشخص كل ما يتعلق بالاضطرابات النفسيه او تيدخل تيغوص في النفس ديال داك المستفيد اللي عنده اضطراب نفسي ويخدم على الماضي ديالو. احنا ما تاخدموش على الماضي، تاخدمو من الان للمستقبل، يعني ويستخرج ذكريات الطفوله ديالو والخبرات الحياه ديالو يعني كل الاشياء باش هو المستشار او الاستشاري النفسي تيشوف الاضطرابات والتطابق ديالهم بين داك الشيء هو اللي تعرف كخبير في داك المجال وبين العلاج والنظريات اللي يقدر يشتغل مع الاشياء. احنا ما خصناش نخلطوا الامور. إخواني أخواتي الكرام نكتفي بهذا القدر وانتظرونا إن شاء الله في اللقاء المقبل أو في الحلقة المقبلة ضمن برامج اللي خاصة بودكاست نادي الكوتش. الكوتش أسوك حسان يودعكم وإلى اللقاء ويومكم سعيد وجمعة مباركة.